السلام الله عليكم وبركاته مشاهدينا الكرام، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أكدت الآلية الوطنية للتعذيب في بيان صادر عنها على يقظتها لمواجهة التعذيب وكافة الأشكال الموازية له. وقالت الآلية في بيان صادر عنها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب إنها تساند ضحايا التعذيب معبرة عن التزامها بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لمكافحة التعذيب. هدد الرئيس التشادي إدريس ديبي بسحب القوات التشادية من البلدان المجاورة إذا لم يتم تقديم مساعدات للبلاد تسمح لها بالاستمرار في عملية التدخل العسكري ببعض الدول الإفريقية. وقال ديبي إن تشاد أنفقت أزيد من 300 مليار فرنك إفريقي على محاربة الإرهاب دون أن تحظى بأي دعم خارجي. أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس في بلاغ ملكي تلاه الناطق باسم القصر الملكي عن قلقه إزاء عدم تنفيذ المشاريع التنموية التي كانت مقررة بالحسيمة في وقتها المحدد. وجاء في البلاغ أن الملك أعطى تعليماته بإجراء التحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الأجل. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.